هي من أجمل النساء في العالم، نقدر نقولها بالعالم، وأنا فمي يعني بكل فخر بإمكانيات بسيطة جدا. تلقاها تدير من بكري، تدير الحماص، تدير الفول مطحون، تديروا الزهر، العكر الفاسي، الحنة، الكحول، يعني هادو مواد اللي هما مهمين بزاف بالنسبة للابو. ودايوغ ملي كديري ان ماسك ارتيفيسيال وان ماسك اللي هو اباز من هاد لي برودوي ناتوريل، كتحسي بلابو ديالك كاين الفرق بيناتهم بجوج. كندير بيان سور تندير وهاد القضية هادي رجعوا ليها بزاف ديال يعني اللي هما كيديروا هادشي لي برودوي كوزميتيك في العالم باسره، اللي هما ما كيعرفوش هاد الامور اللي هي طبيعيه، ولاو كيستعملوها في لي برودوي ديالهم بحال ارغان، بحال العود، بحال بزاف ديال الامور. علاش؟ لانهم فهموا وعرفوا بانه هذوك المواد الطبيعيه عندها مكانه خاصه وعندها المفعول ديالها اللي هو رائع جدا على البشره بصفه عامه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.